بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي الأستاذ الدكتور حسن راتب الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة، شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم شاعر الرسول كما أنت لقبته صلى الله عليه وسلم، وهو جدير بذلك ومحب لسيدنا رسول الله، مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة العارف بالله الولي التقي، مولانا الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم أبو هاشم العارف بالله، السادة الحضور كل باسمه وجميل واسمه وصفاته، وحييكم جميعا بتحية الله المباركة، تحية الإسلام الغالية التي هي عنوان لهذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة هذه التحية المباركة، ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي السلام إلى العالم كله في لحظة مباركة من لحظات التاريخ، وفي ساعة مبجلة مقدرة نبيلة من ساعات الزمان، ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنار الدنيا والوجود بنوره، وفرح به كل شيء، فرح به الكون كله بإنسانه وحيوانه ونباته وجماده، وحكى عنه القرآن الكريم وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فرسول الله نور صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق هذا الوصل الذي حكى عنه سعادة الأستاذ الدكتور حسن راتب. هذا النور الذي تلألأ في جوانبه صلى الله عليه وسلم وفي جنبات الكون بمولده، إنما حاز منه صلى الله عليه وسلم الكمال والتمام، فلم يكن أحد في نوره كهو صلى الله عليه وسلم، بل إن القاضي عياض من فقهاء المالكية حقق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز من الصفات الأتم من كل صفة، فلا يدانيه أحد من البشر مهما علا ومهما ارتقى، فهو الكمال فوق الكمال، فهو أشجع الشجعان، وكانوا يحتمون به صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الكرماء، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو الحليم الذي يعفو ويصفح في غير ضعف وفي غير هون منه، وهو صلى الله عليه وسلم النور الأتم الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. هذا النور أبصره من أبصره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وضمائرهم ودواخلهم قبل عيونهم، ورآه عبد الله بن أم مكتوم رأي العين، وشاهد هذه الأنوار ببصيرته، ورآه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وطلحة والزبير وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا لهب لم يرى هذا النور مع أنه أبصره، فالوصل لم يكن موجودا، الوصل إنما يكون حالة تنبعث من القلب لمشاهدة هذا النور الإلهي الذي قبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من الذي حاز هذا النور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن التربية التي تربها سيدنا رسول الله هي تربية إلهية، رباه الله على عينه،
ومن ثم فإن هذا النور لا يكون تاما لأحد، بل قبس منه الناس، قبس منه أبو بكر الصديق على قدر تربيته ووصله وقربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه أبو بكر، وأخذ منه عمر، وأخذ منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على قدره وعلى قدر تحمله. وينتقل هذا النور الإلهي بالوصل من جيل إلى جيل، من جيل الصحابة إلى جيل التابعين، إلى تابع التابعين، إلى أن يصل إلينا. وستجد أن أنوار سيدنا ومولانا إنما تتلألأ في وجوه من أحبه ومن انشغل قلبه به ومن اتبعه اتباعا حقيقيا. فإن الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا هي ميراث النبوة، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بيننا، ونقرأ ونتدبر. وما يترك القرآن الكريم شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، من حكم به عدل، ومن تدبر فيه وجد كل خير، ومن أحب الزيادة منه استزاد ولا ينفد على كثرة الرد، فهو معطاء لكل من أراد ولكل من اقترب، لكل من اقترب منه يقترب منه، فهو كلام الله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي القرينة للقرآن الكريم، المفسرة، المؤكدة، المبينة. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي في موطئه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكل من تمسك بسنة رسول الله وسار على نهجه واقتفى أثره، فإنه في هذا الوصل الإلهي لسيدنا رسول الله. وسترى الأنوار تتلألأ في جنباته كما كان عند صحابة رسول الله والتابعين، قبس من نوره صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجدنا شيخنا وإمامنا الشيخ الشعراوي وغيره من علماء الأمة، وجدنا الأنوار في وجوههم، وكنا نحب أن نسمع منهم أكثر مما نحب أن نقرأ لهم، لما اقترن كلامهم بالنور المحمدي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة نلاحظها، قد نتربى من خلالها بمجرد النظرة، وبمجرد أن ننظر في الوجوه وتنظر الوجوه إلينا تحدث تربية قلبية عندنا لا يشعر بها إلا العارفون، إلا الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وحلاوة تلاوة القرآن وحلاوة القرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة التي ولد فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زالت أنوارها تسري في النفوس وفي الوجدان وتسري في الكون كله إلى أن تقوم الساعة. يراها من يراها، وتحجب عن أناس لم يحبوا هذه اللحظة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أحبها واقترب فإنه يقبس ويقتبس من سنة من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أنقل المجال إلى حديث آخر ربما يكون مثارا للكلام في هذا الوقت الذي اختلطت فيه الأمور. ما هو هذا المجال؟ سيدنا رسول الله يعيش بيننا إنسان بكل معنى الإنسانية،
تتجسد فيه الرحمة، وتتجسد فيه الشجاعة، وتتجسد فيه الإدارة، وتتجسد فيه كل المعاني الطيبة اللطيفة النبيلة التي يصف بها الإنسان الآخر. لو فككنا شفرة هذه التصرفات التي تصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا أمام حل لإشكالات عديدة في حياتنا المعاصرة. بعض الناس لا يفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لنا النموذج ويعطي لنا المثل، وهو أدرى بكل الأحوال كيقين عندي، لكنه مع ذلك يترك المجال للفكر وللإبداع. عندما يأتي إليه أحد الصحابة في غزوة بدر ويسأله هذا السؤال الذي يفصح عن حقيقة التصرف الذي تصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فلا يجوز لنا أن نتقدم أو نتأخر؟ هذا سؤال منهجي وسؤال عويص وعميق في الفكر الذي سأله هذا الصحابي الجليل. أهذا منزل أنزلكه الله؟ هل أنت تتصرف يا سيدي بالوحي الشريف؟ ومن ثم إذا كان الأمر متعلقا بالوحي الشريف فلا يجوز لنا أن نتقدم أو نتأخر، لأن المصلحة في النص، ولا يجوز لنا ترك النص إلا إذا كنا سنضحي بالمصلحة. فتحليل هذا الكلام من هذا الصحابي يحتاج إلى جلسات وجلسات. أم هو الرأي والحرب والمكيدة، أم أنك تتصرف بمقتضى الإمامة والولاية والإدارة وحسن القيادة وفنون الحرب وقواعد الحرب في هذا الوقت؟ وشتان ما بين التصرفين. إذا كان الأمر متعلقا بالوحي نقف عاجزين والوحي يسيرنا تسييرا، وإذا كان الأمر متعلقا بحسن الإدارة وإبداء الرأي وإعطاء المشورة والوقوف عند قواعد الحرب فنحن أمام موقف آخر. هنا نعطي المشورة، وهنا نبدي الرأي، وهنا نقول كلمتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: إذن ليس هذا بموقف. وأخذ يعدد المبررات لما لا نقف في هذا المكان الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى أن نذهب إلى مكان كذا وكذا فنشرب، ويعطي المبرر: نشرب حيث لا يشربون، إلى آخره. هذا تصرف بديع يفيدنا في وقتنا الحاضر. تصرف آخر، جاءت إليه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرجعت المرأة وفعلت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يحللون هذا الموقف من سيدنا رسول الله: هل أنت تفتي هذه المرأة بأن تأخذ من مال زوجها ما تشاء وهو شحيح ما يكفيها وولدها، أم أنك تقضي لها؟ يعني أنت قاضي في هذا الموقف أو أنت تتصرف بالإفتاء؟ وهذا فيه فرق كبير. إذا كان سيتصرف بالإفتاء فأنه يجوز لكل امرأة وقعت في هذا الظرف أن تأخذ من مال زوجها، وهذا يعني يقول به بعض العلماء، لكن الأكثر على أن تصرفه صلى الله عليه وسلم إنما كان بالقضاء. ومن ثم فإن كل امرأة وقعت في ذلك حتى لا يحصل إشكالات في الأسرة عليها أن تلجأ إلى القضاء إذا لم يكن التراضي حلا بينهما، وهو الأولى والأجدى. فيكون حكم القاضي بمثابة الحكم القاصر على أطراف الخصومة، لا يتعدى أطراف الخصومة إلى غيرهم. حلل كل هذه المواقف،
هذا منزل أنزلكه الله واحد أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ خذي ما يكفيك فتوى أو قضاء، أدي أربعة. فأربع تصرفات تتسم بها شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يتصرف بالإمامة والولاية، ولاية الأمر وبالسياسة، وقد يتصرف بالقضاء، وقد يتصرف بالفتوى، وقد يتصرف بالتشريع عن الله عز وجل. جمع كل هذه المعاني العلماء وفسروها تفسيرا دقيقا يضع الفواصل بما يتيح. إذا كان ولي الأمر يتصرف، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بمقتضى الولاية، فإنه يجوز لكل ولي أمر أن يتبع وأن أحدث الأساليب التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس في شأن الحياة كلها. أن نأخذ في أساليب الإدارة، وأن نأخذ في أساليب التنمية، وأن نأخذ في أساليب انتقال السلطة والحكم، وأن نأخذ في أساليب اختيار الكفاءة. في كل هذه الأمور أنت تتبع أساليب عصرك ولا تقف عند حدود العصور السابقة، لأن لهم معطيات تختلف عن معطياتنا نحن، وتختلف عن مقدراتنا نحن. لنا أن نبدع وأن نبتكر في هذا المجال، وأن نتقدم بالناس وأن نتقدم بالأمة ونتقدم بأوطاننا في هذا المجال. لا نقف عند قواعد فنون الحرب التي كانت من 100 سنة فقط، بل لابد أن نقف عند أحدث أساليب قواعد الحرب، وأن ندرب وأن نعمل على حرفنة فن القتال عند القائمين على هذا الأمر. وهكذا فسر كل هذا الكلام ووضع الخطوط الفاصلة إمامنا القرافي المالكي في كتاب له وجيز وصغير جدا سماه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وهو يعرض للحدود الفاصلة بين هذه التصرفات لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يزيل اللبس عنا في أن ندخل ما هو بمقتضى ولاية الأمر وحسن التدبير وحسن الترتيب، أن ندخله جزءا من الدين لا يتغير. هذا عبث في تصرفات الأمة، بل ينبغي أن يتغير كل ما يمس هذه التراتيب الإدارية. وقد عرض الشيخ الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية لمهن كثيرة كانت في العهود الإسلامية السالفة، ولكنها تغيرت وتغيرت قواعدها. أنقف عندما مضى؟ لا، إن عقولنا رشيدة، ينبغي أن تتجه إلى الأحسن وإلى الأصوب وإلى الصلاح وإلى الأصلح، وأن تقتبس من كل ما هو نافع للناس جميعا، وأن ترتقي بالإنسان حيث هو إنسان، وأن تؤدي المصلحة الحقيقية من وراء تصرفاتها. هذا كله الحقيقة هو من أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء إلا لمصلحتنا، على التحقيق والتدقيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك، وهذا يسمى في لغة العرب أسلوب الحصر والقصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول بنفس الأسلوب: إنما أنا رحمة مهداة. فهل بعد هذه الأساليب التي فيها قصر وحصر نكون أمام عدم تحقيق مصلحة من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن المصلحة تكتنف شرع رسول الله، ولكنها تحتاج في إدارة هذا الشرع الشريف لكي يؤدي دوره ويتحرك في المجتمع وفي الواقع، تحتاج إلى عقول رشيدة، تحتاج إلى عقول ذكية أبعد الذكاء، لأن الشريعة عالية وراقية، ولا يمكن أن يأخذ منها إلا من هو راق، إلا من هو كبير ككبر الشريعة في حد ذاتها. ولذلك وجدنا على طول الزمان أن العلماء لم يعطوا مكنة التصرف
في تفسير النصوص إلا للعلماء الأفزاز المقتدرين الذين عندهم المكنة العلمية الحقيقية للتعامل مع النص وجعل هذا النص يحكم الواقع ويتحرك هنا وهنا لكي يضبط أمر هذا الواقع. أن نضبطه ضبطا عشوائيا لكل من هب ودب هذا عبث لا يحقق المصلحة، وإنما ينبغي أن يسدى الأمر إلى أهله، إلى المتخصصين كل في مجاله، رجال السياسة في مجالهم، ورجال الاقتصاد في مجالهم، ورجال الإدارة في مجالهم، وهكذا. وكل إنسان يبدع، نحن لا نريد أن يترك الفيزيائي ولا الكيميائي مجاله ويأتي إلى المشيخة ويعمل نفسه شيخا، إنما نريد أن يبدع صاحب الإدارة في تخصصه، هذا من الدين. الطبيب في عيادته وفي عبادة، والأستاذ في جامعته في تخصصه في عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فكل من أتقن في عمله، وأتقن يعني وصل لدرجة القصوى في الجودة، وهي قضية الجودة التي نبحث فيها الآن، هي منصوص عليها في حديث سيدنا رسول الله: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. لا أحب أن أطيل عليكم، ونحن في انتظار هذه النفحات النورانية مع الأكابر من العلماء، فأنا أكتفي بهذا الخبر، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.